أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية، أمسية الإذاعة، وهجني أصحاب السمو شيوخ انطلاقة سليمة لشوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الثاني عشر شوط خاص بالإذاعة الجأدان المهجنات الأصايل. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. وأرى الطاير، أرى الطاير اللي قاد المجموعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يتقدم هذه الجموع ومتابعة عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري. من يقدم الطاير اللي طار بناموس هذا الشوط منذ البداية، يلي مع المركز الثاني نتابع الباز لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد وانطلاقة مختار بن أحمد منطلقا مع الباز على مستوى المركز الثاني، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأرى الناوي. أرى الناوي يتقدم مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان برادة مكتوم فهد بن حسين النعيمي في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز الرابع نتابع شاهين التابع لهجن ند الشبة وسالب سعيد في عملية تضميره وتدريبه. مياس من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات بفارق راس مع المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب مع أبو أحمد عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. ومع المركز السادس وصل 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 نتابع المركز السادس، وأرى أرماح يتسلل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم رماح اللي بدأ يتسلل وينطلق مع المركز السادس. نتابع البقية، نتابع المركز السابع، وأرى القدوم مع الحذر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز من غفان اليابري في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز الثامن وصل أيضا مشاغب لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن دبيلة. من يتابع مشاغب مع المركز الثامن وتاسع الانطلاقات، أراهني شاهين التابع لهجن العاصفة يتقدم مع المركز التاسع، يقدم غياث الهلالي عاشر الانطلاقات، أيضا شاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي من يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام بعد المغادرة للوحة الثلاثة كيلومترات وانتصاف المسافة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدارة الدنيا دبي. نتابع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. نتابع الباص قاد المجموعة لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد ومختار بن أحمد من يقدم تحديات الباز، يلي مع المركز الثاني الطاير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري. من يتابع الطاير على مستوى المركز الثاني ثالث المراكز انطلاق القادم، ايضا التحديات مع شاهين بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عمليه التضمير والمتابعه، ورماح من الجانب الاخر رماح لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود حمود بن محمد بن سالم الوهيبي اللي بدا بير الشوط مع رماح اللي قاد المجموعه بهذا الانطلاق
الانطلاق، نتابع البقية، نتابع المركز الخامس، نتابع التسلل والانطلاق مع الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وفهد بن حسين النعيمي في متابعة الناوي مع المركز الخامس. سادس التحديات، نتابع انطلاق وتقدم مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري في عملية تضمير وتدريبياتي على مستوى المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الست المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الاندفاع المثير، ولكن رماح اللي قاد المجموعة، اللي بدأ ينفرد، بدأ يغادر بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود القادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقيادته حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم رماح اللي بدأ يباعد المسافة، بدأ بير الشوط في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير، ومع المركز الثاني أرى التقدم. نتابع الطاير مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري، يتابع الطاير على مستوى المركز الثاني. ننطلق مع الباز على مستوى المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد مختار بن احمد في عمليه التضمير والتدريب، ولكن الاسم القادم في هذه اللحظات نتابع شاهين، نتابع الهجن العاصفه ومتابعه غياث الهلالي والقدوم مع مشاغب اللي بدا يشاغب مع المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن دبيل، يقدم مشاغب على مستوى المركز الخامس. ولكن نتابع البدايه والمقدمه وارهني رماح غادر بناموس هذا الشوط، انطلق بالصداره ارماح على المقدمة، سجلات حافلة بالإنجازات، رصيدة أيضا في العام الماضي في ميدان رماح بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. صاحب الرمز في العام الماضي على أرضية ميدان رماح بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يكرر إنجازاته وتحدياته في هذا المساء الجميل. رماح على الصدارة، تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. والنقطة الثانية في هذه أمسية الإذاعة، انطلق مرة أخرى، باعد المسافة، زاد من سرعته. تهانينا من هذه اللحظات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتهاني لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز رماح بالمركز الأول وبدون أي منافس، يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني ياتي الطاير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث تحديات ايضا وانطلاقه الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع الباز لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد. هذه النتيجه للخمس المراكز المتقدمه، ومع المركز الخامس عفوا شاهين التابع لهجن العاصفه. 9:06 4 أجزاء من الثانية هو توقيت أرماح. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الانطلاق المتميز، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هذه لحظات الوصول أيضا مع المركز الثاني في هذه التحديات المسائية الجميلة والرائعة. تي الطاير 9:13 6 أجزاء من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، ياتي مع المركز الثالث ايضا الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. 9:17 5 أجزاء من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة لفهد بن حسين النعيمي.